السلام عليكم متابعين ديال قناة ناتي غي بليزير. أنا في إميمكي، كنت في تيجرت، يعني صيدت شوية بالقصبة ودزت على إميمكي. بغيت غير نتقاسم معكم المناظر العامة ديال إميمكي، هادشي اللي كان هذا في هذا الفيديو هذا، باش اللي حب يدير شي زيارة لإميمكي يعرف كي دايرة المنطقة في هذا التاريخ ديال 16/1/2022. السلام عليكم متتبعين قناة ناتي غي بليزير. انا راجع من تيكرت، قلت علاش لا ندوز لإميمكي نشوف الطبيعة كي دايرة، واش كاين شي خضورة ولا لا. صراحة كي كتشاهدوا انا دابا وسط الواد، ما كاينش الماء. كانوا القدام هنا، كانت القدام هنا واحد العين، غنمشي نشوفها دابا واش باقي فيها الماء ولا لا. شاد شوية واحد البركة هنا صغيرة حاصل فيها شي حوت، زينو الخضورة. هادشي اللي كتشاهدو هنا في هاد النباتات اللي وسط الواد، هنا فين كاينة شوية ديال الخضورة. اليوم 16 يناير 2022، باش اللي كان متبع القناة وكيعرف إميمكي في النواحي، هو في النواحي ديالها قاعدين مثلا وبغا يجي ليها، يشوف الطبيعة كي دايرة قبل ما يجي. اذا هي هذه حبيت نتقاسمها معاكم، ولكن كي كنقول المنظر العام راه مزيان، ما جلوبالمو راه الواحد يقدر يجي ويستمتع بالاجواء هنايا. واخا نقولوا ما كايناش شي خضورة، واخا القضية ناشفة، الواد نقولوا ناشف، هو يقدر تجي وتستمتع ودوز النهار ديالك، دير الطويجين ديالك وتبدل شي شويه الستريس ديال الخدمه وديال المدينه لان ها انتما كتشوفوا هاد البيرك عاده ما كيخواو شي من الماء، ها هما دابا ناشفين. نسال الله الرحمه، يا ربي ترحمنا، يا ربي يا ربي ترحمنا بشي شتيوه يا ربي. هنا كله راه كان فيه الماء، كان كله فيه الماء هنا وعاود هنا هنا. ها هو هاد البلاصه هادي كانت تاهي كتكون عامره بالماء. زيد زيد كل هاد البركه هادي كانت كتكون عامره بالماء. ملي كنت كنجيب الوليدات كيصيدوا هنايا الحوت هنا في هاد البلاصه هادي، هاي كله هنا كي كتشاهدوا راه فازق التراب شي شويه فازق، كله هنا كان عامر بالماء كله. كيجي الماء من هاد العوينه هادي. غنمشي نصورها لكم دابا، هيا الله صلاة اخرى على التاني هنا. هنا تاع هو كان كيكون فيه الماء، هنا كله كان عامر بالماء. هنا كانوا كيعمو فيه الدراري. دابا يلاه بقى شويه ديال الماء، شويه ديال الماء وباقي موسخ. ها هو كتشاهدو موسخ، نيت موسخ تمام. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي ترحمنا، يا ربي بشي شتيوة. وفي ما كان كيجي من قدام لهيه، وهذه هي العوينة اللي قلت لكم، هيا نصور لكم هذه العوينة. هذه راه كانت كتفيض بالماء تبارك الله. دابا والو، هاهي كي كتشاهدو ناشفة ناشفة. نسأل الله الرحمة، يا ربي ترحمنا، يا ربي يا ربي ترحمنا. لان ديال هاد العوينه هادي كانت كتغذي هاد الواد هذا. وكاينه واحد العوينه اخرى لقدام لهيه، باقا بعيده ما نقدرش نوصل لها دابا برجل، حتى هي كيخرج منها الماء. مره اخرى نمشي نشوف واش باقي نتا، واش باقي فيها شي ماء ولا لا، ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، بغيت نتقاسم معكم المناظر العامه ديال إميمكي
في التاريخ ديال 16/1/2022 باش اللي كان انتريسي واللي كان كيفكر يجي الاميمكي ما يخدعوش شي مناظر اللي هي قديمه. اذا هذه هي المناظر الجديده ديال اميمكي، وعامه راه منطقه تستحق الزياره، واخا ما كاينش الخضوره ما كاينش الماء في الواد، المنطقه راه كتستحق الزياره، فيها المناظر اللهم بارك وخا هكذاك. اذا مرحبا بكم في اميمكي. خارج الاميمكي واخا ما كاينش ديك واخا ما كاينش الماء في الواد، الناس راه خارج الاميمكي، انا كاين الناس كيجيو كيدوزو وقيته هنا واخا ما كاينش الماء في الواد، الناس جايين كيعمرو الدكيكه ديالهم اللي تغدى هنايا كل واحد وهو، يعني الواحد كيقلب على المتنفس لراسو، ما كيجلسش يتسنى حتى يكون الماء في الواد ولا تكون الخضوره ولا خرج من الدار راه كتبدل شويه كتبدل الجو، اخويا تستمتع باللحظات ديالك.